متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحة، أهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم أنا محمد صقر محلل صحفي. طبعا إحنا حاليا متواجدين مع حضراتكم من منطقة ساقية مكي تحديدا في حاجة جديدة. زي ما حضراتكم متابعين معانا خلال عنوان البث المباشر، هو يعتبر يعني أخطر وأغرب مرض، مرض عجز الأطباء، عجز الأطباء عن تشخيصه أو علاجه في محيط ساقية مكي وفي باقي المناطق الأخرى للحاجة ناهد. يعني الحاجة ناهد زي ما ظاهر أمام حضراتكم هي بتعاني من هذا المرض. يا ترى ده ايه؟ يعني هل ده داء معين هي اتولدت كده؟ لمزيد من التفاصيل هنتكلم معاها عشان نعرف يعني تفاصيل المرض اللي بتعاني منه الحاجه ناهد في القدم اليسرى تحديدا زي ما حضراتكم شايفين، وماذا عن الغدد الانفويه؟ اتكلمنا مع الحاجه ناهد قبل البث مباشر عشان نعرف منها طبيعه المرض ده وتراعاها ازاي، وازاي اصلا الاطباء عجزوا عن تشخيصه. اتضح انها حاله من الغدد الانفويه. ايه هي الغدد الانفويه؟ وايه هو المرض ده؟ وهل هو بيطلع في القدم تحديدا او باقي اعضاء الجسم، او خرج للحاجه ناهد في مناطق اخرى او في مختلف انحاء الجسم؟ ده اللي هنعرفه منها في بث مباشر جديد. يعني انا برحب بيكي في لايف جديد عبر موقع بصراحه، وبنقول في بدايه اللايف ان المرض ده هو مرض عجز الاطباء عن تشخيصه. مالك القدم مالها وايه طبيعه المرض ده؟ انا في الم جامد، ومن سنه كده جاني الورم ديت، وبعدين رجلي كلها من غايه فوق، من غايه جنبي، من غايه ظهري، من ورا الم فظيع وورم كبير. وبعدين رحنا للدكتور، رحنا دكاتره كتير. الدكاتره ديت الدكاتره كتير يغيروا لي ب 150 وب 200 جنيه وبتاع، ويروحوني ويدوني مضاد ويدوني علاج ويعلقوا لي محاليل وزي ما انا. وبعدين رحنا قالوا لنا، وانا بعمل اشعه، والدكتور اللي بيعمل اشعه قال لي لازم تروحي لمعهد السكر، لا تروحي مستشفيات حكوميه. رحنا خدنا نفسنا رحنا معهد السكر. اما رحنا معهد السكر برضه ما عملوليش حاجه، قالوا لي روحي لدمرتاش للمستشفيات التانيه لازم تتحجزي. يعني احنا بنقول ان برضه الحاجه ناهد بحثا عن العلاج، مش قادره امشي، مش قادره امشي خالص. من التقصير الطبي، من التقصير الطبي في جامد جامد. رحت الحسين، مشيت ورحت، رحنا حدود الساعه 10 الصبح، قعدنا من 10 الصبح لغايه 1:30 وهما بيقولوا الدكاتره جاوبت السرايح وبتشرب حاجه. دخلت انا رجلي بتنزف، لقيت ما كانوش حابين يساعدوا، لا لا كلنا قاعدين بره، العيانين كلها قاعده. جينا دخلنا جوه، اول ما واحد صور لهم قالوا هاتوها، الاستشاريين فرحوا وقالوا هاتوا المريضه. المهم دخلت بقى كله يصور وكله يعمل وكله فرحانين بيصوروا. بعدين قالوا لامي فك لها الرباط. راحت امي قعدت في الارض، ست كبيره. الولاده طبعا معانا، لو حابه تتكلم يعني خلال البث مباشر وتشرح رحله معاناتها. رحله معاناتها معاكي في البدايه، بس خلينا نتكلم معاكي الاول، لان في اسئله كتير ابرزهم يعني ايه غده انفويه؟ ايه هي غده الانفويه اللي خرجت للحاجه ناهد في القدم اليسرى تحديدا؟ انا اول مره اسمعها، معرفش والله. هو اللي الدكتور اللي قال لنا عليه. قال لك ايه بالظبط؟ قال لي عندي غدد لمفاويه مسدوده. هي اللي عامله التضخم ده في الرجل، انا ما بنامش منها بقى. الم ولا اي مسكن في الدنيا الطبيب ليه عجز عن علاجك؟ ما قالوا لي روح المستشفيات الحكوميه. رحت الدكتور يقول لي انت هتقعدي 4 ايام في المستشفى وثلاث ايام مريض تاني محتاج السرير. طب انا ازاي وانا رجلي بتنزف اقعد 4 ايام واروح؟ راح قال لي خلاص انت ساكنه فين؟ قلت له ساكنه في المنيب. راح قال لي خلاص تيجي كل يوم السبت والاثنين والاربع تيجي نعمل لك على رجلك وتروحي. ما عملليش حاجه كده. يا حاجه ماهر، يا حاجه ناهد عفوا، حياتك يومك بيبدا ازاي؟ يعني صعوبه الحركه ده امر بيكون صعب جدا. طب ازاي بتقدري تعيشي حياه طبيعيه؟ مش عارفه ولا اكل ولا اشرب ولا انام، مشرب ولا بنام. انا بقى دلوقتي الليل عندي صعب. حياتك ماشيه ازاي؟ بالالم ده، بالالم ده. مين بيصرف عليكي؟ مين لا معايا الحمد لله. لا 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 معايا، معاش جوزي يعني. طب كملي، احنا سامعينك اتفضلي. وبعدين رحنا، راح بعد ما دخلنا كشف الاستشاري ده، بقول له انا ازاي اجي برجلي ديت؟ انا معايا ادى والدتي رشدة راحت، ووالدتي فكت الشاش ده كلها دم وبتاع، هم كلهم واقفين صوروا وقعد. بعد كده راح انا بقول له ايه، طب يا دكتور ازاي انا هروح واجي؟
طب خلاص احجزني. بيقول لي لا انت ليكي 4 ايام في المستشفى وثلاث ايام لا، يبقى مريض تاني. قلت له طب خلاص دخلي، انا معايا كارنيه 5% وام ايتام. راح قال لي ماليش دعوه بالكارنيه ده، ماليش دعوه، كبر دماغك بالكارنيه ده. راح عمل كده اهو، وراح ايه، وراح خرجني. والدتي فين بقى دلوقتي؟ راحت تجيب من الصيدليه الحاجه. راح طلعت بقيت انزل، واحد من اللي قاعدين بيقول لي ازاي طلعت كده، انا ما معيش تليفون. راح هو اتصل بوالدته وقال لا، ورحت انا قلت لها تعالي ده هم خرجوني، يعني ما ادانيش ولا متابعه دون انسانيه ولا اي حاجه ولا شاش ولا اي حاجه. بالمشهد يعني مشهد صعب، ولا شاش ولا اي حاجه، ورجلي بتنزل، مشهد القدم كانت بتنزل. وطلعني كده، بعدين ما ادانيش عقاد، قال لي ايه بتعادي السبت اي وقت بتعادي. يا طب كلمينا كده، يعني هل القدم اليسرى محبوس فيها كميه من الميه؟ حد قال لك ان دي بتبقى ميه زياده في القدم اليسرى؟ لا ما نعرفش فيها ايه، انا ما اعرفش. الم فيها غريب، هو الالم ده عايز اشيله باي طريقه، مش عارفه حاجه في الدنيا مسكنات قد كده ما بتعمليش حاجه. ولا اي مسكن في الدنيا، ما فيش اي مسكن بيسكنها. وبالليل بقى اكتر واكتر واكتر واكتر، وفي الحته دي كده 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 الم. احنا برضو حابين نعلق الساده المتابعين خالد بس وباشي ان مساله الغدد الانفاويه او المشهد اللي ظاهر امامهم خلال البث المباشر مش مقتصر فقط على النصف الاخير من الساق، هو ممتد لغايه اخر الساق. ايوه، ولكن طبعا هو هيكون مشهد صعب. احنا بنحاول نوري لحضراتكم نموذج بسيط جدا يعني من نصف الساق، مش حابين يعني نتمادى اكتر من كده. لا لا، انا يعني انا عاوزه دكتور، عاوزه مستشفى تعالجني، يعني انا تعبانه ما بنامش، لو في حاجه بسيطه هقعد بيها عادي. ما انا معاقه من عندي 11 سنه، رجلي الاثنين وايديا، وعايشه واتجوزت وخلفت ودنيتي ماشيه، بس الالم ده انا مش قادره اعيش بيه، مش عارفه انزل ولا عارفه اروح حته ولا عارفه اكل ولا عارفه طيب. اشرب. طب كلمينا كده يا حاجه ناهد، كانت رحله تمثل الشفاء مليئه بالتقارير الطبيه، تقارير اشعات ولا يعني طبي؟ لا هما بيكتبوا بقى روشتات كتير عشان اجيب العلاج. انت محتفظه بكل الورق ده مظبوط؟ روشتات كتير ودكاتره كتير. احنا نقدر نشوف طيب نموذج خلال البث المباشر؟ حاضر. يعني لو مش متوفر حاليا ممكن نستكمل حديثنا مع حضرتك بشكل طبيعي عادي جدا. طيب ماشي. طيب رايحين استحضار الاوراق الطبيه، كلمينا بقى كده، المرض ده بدا معاكي امتى؟ من سنه. من سنه. انا رجليا من الاول عادي. ازاي؟ انت موجوده بالمرض ده؟ لا يا حبيبي. لا 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 لا. ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ لقيت رجلي بتوجعني جامد دي، ومره واحده بتورم كده وتسود وتحمر، بعد كده الورم بقى خالص كده. من سنه والله. من سنه. لفينا اوعيه، لفينا جراحه، لفينا، كل واحد يغير لي عليها ويقول لي روحي، بس هو ده وعلاج. وفي دكتور في بروفيسور مش لازم نقول اسمه، الدكتور ده يقول لك جيبوا العلاج من الصيدليه اللي تحتينا، ما نجيب من حته تاني، يقول لك لا انت ليه بتجيبه من بره؟ انا كاتب لكم من تحت. نقعد ندور على المرهم. يعني دي مساله، ممكن نقول مساله سمسره بين يعني الله اعلم. هو العلاج عامه بيكون متوفر في كل الصيدليه؟ لا، المرهم ما لقيناهوش، راح اتصلنا بيه قال لك لا انت ليه ما جبتوش من الصيدليه اللي تحت؟ من باب العلم بالشيء ان هو متوفر في المكان الفلاني. يعني بلاش نظري. اتفضلي كمان. بس يعني وضغط كتير، اعمل ايه؟ مش بايدي حاجه بقى. طيب يعني كلمينا كده يا حاجه ناهد، رحله طويله لتمثل الشفاء، وللاسف الشديد هي رحله باءت بالفشل، لان حتى اللحظه انت بتعاني من نفس المرض او نفس الداء. لا وزادي. ولو واحد من اصحاب الكروب الرحيمه قدر يساعدك، حتى لو مساعده طفيفه، مساعده بسيطه، اتفضلي. ماشي. ما حدش ساعدنا. لا حد ساعدنا خالص. أبداً. 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 لا. أبداً. لا. إيه؟ عايزين مساعدة طبية. يا طبعاً زي ما حضراتكم شايفين بيبقى الصوت والصورة، بنحاول بقدر الإمكان نستعرض لحضراتكم أيضاً الأوراق الطبية، أوراق عدة خاصة بالحاجة ناهد في مختلف مستشفيات القاهرة والجيزة، ولكنها يعني محاولات باءت بالفشل زي ما وضحنا لحضراتكم، لأن الداء لا زال موجود،
طبيعه الحاله او هذا المرض الغامض اللي التشخيص ايه؟ هي غدد انفويه، غدد انفويه بتتراكم في منطقه القدم وتعرضت ليها من عام وحيد. هي ايضا كمان لم توجد بهذا المرض، هي تعرضت ليه منذ عام وحيد مضى. شعرت بألم في القدم اليسرى، وبعد الألم يعني المشهد ظهر أمام حضراتكم، بدأ يتفاقم هذا الألم ليصبح بمشهد كده الشكل زي ما باين أمام حضراتكم. الكعب، كعب أنا كل شوية بنغير عليه، في قرحة ريحتها صعبة. الكعب نفسه في قرحة كبيرة وبتنزف على طول، وريحتها وحشة جدا، بنغير لها على طول. قرحة يعني ازاي؟ رايحة كريهة من القدم اليسرى؟ فيها قرحة كبيرة. احنا جايبين جهاز من سنة وقالوا لنا ديت عشان رجل ينفق ويعمل. جزء من زمان متوفي. يعني معاش الزوج كفيل انه يسد احتياج الحد ناهي؟ كويس الحمد لله. كفيل يخليكي تتماسكي الشفاء؟ تبغي عمليات؟ لا. طب انت بتطالبي بايه؟ اطالب دكتور مستشفى يعالجني بس. انا مش عايزه اي حاجه تاني. عشان معايا طفله صغيره 12 سنه، انا ابوها وامها. هي دي بس. انا مش عاوزه حاجه تاني ولا عايزه اي حاجه في الدنيا، انا عايزه اتعالج. تمام. عشان اعرف انام واعرف اعيش. بس يعني احنا طبعا بنخاطب اصحاب القلوب الرحيمه بسرعه الاستجابه، اصحاب القلوب الرحيمه من اطباء وغيرهم، بسرعه الاستجابه الى حاله الحاجه ناهد. دي كانت اخر التفاصيل اللي حابين نوضحها لحضراتكم عن مرض اخر غامض غريب في منطقه القدم. كان معكم انا محمد صقر، موقع بصراحه الاخباري. دمتم متامل لا وحبي. حابه توضحي اي شيء اخر؟ كنت وريت قلت الكرنيه.